ارحبوا يا مجموعه الدحابيب شنو بالسعد من هو ليه فهد محمد معكم ابشروا بالسعد نيابه عن ابو علي اقول ابشروا بالسعد وابشروا بنقاط ابشروا بعلوم الزانه ما ودي عاد اكثر لكم مدح لانكم اعدائي بس لازم ان نرفع من رتم شوي اليه المجموعات ليش حطينا المجموعات؟ عشان روح التنافس. احنا مقبل علينا شهر رمضان بلغنا احنا وياكم والمشاهدين. امين ان شاء الله. فعاليات وفقرات ومسابقات مثل فقره محمد بن ملحم يوم جت امس. الاسبوع الجاي بتكون بين الافرقه. فريقي بكون انا موجود وابو علي يكون موجود. نخلق روح 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 مريحه روح التنافس، الجمهور نبى الجمهور شغال معنا تشجيع. الخصم موجود اكيد انا ماني يمكنني اعطيك اللي تبى يا فؤاد بس انك بتشوف نفسك علي تغلى ارجك خصم ارجعك فؤاد عبد الله على طول نعم الخصم انا ما خصم على فريقي يخصم من هو سعيد الدحبيب يعني يا اخوياي اي غلط منكم ابتحثلها انا وياكم ما برحمنا واي خطا منهم ما راح ارحمه جلدهم ما راح ارحمهم لو بمخمخ عليهم على كيف الاخطاء من كل شيء لا تخطي فشوف اخطاء في الفقرات اخطاء مثلا احاسبك ايه بيجي مثلا من الاداره الاداره بتكون اليه شو اسمه العقوبات من عندهم انا ماني بشرق شامسه خلني شرق شامسه شرق شامسه شمس الشارقه شمس ايه شفت كيف المهان اشغلتني لين ضيعت عطني مجال لين خلص تكون العقوبات من شو اسمه من الاعدام انا المنفذ يجيني يا ولد مثلا المهان عنده يا وليد خطا كذا كذا العقوبه عندك من كذا الى كذا اختر على كيفك ممكن اني اعطيه 200 نقطه خصم اعطيه 1000 اعطيه 1500 ممكن اعطيه 5000 ممكن ارحله برايب ممكن استبعده نعم عندك شك يا مبارك ها لا عندي استبعاد انا وابو علي نعم عندي استبعاد يوم تجيب لك خطا انا ادرس الخطا يمكن الخطا انا ذا الحين ادرسه في ناس يمكن تدرس يقول لا يكفي 5000 لكن انا انظر الى 100 يوم مثلا عبد الله بن سعيد جاب لي خطا الخطا في وقته يستاهل 5000 ولا 10000 بس انا ادرسه الى 100 يوم انا لو اعطيه 5000 هل انا بقضي على الغلط ما عاد يجي ولا يمكن يعطيه 5000 ويتمادى انه يجيب لي في يوم 80 اذا كذا انا خلصك من بدري استبعدك وارتاح منك لا تشغلني عندي غيرك متسابقين اشغل معهم انا واضح واضح جعل ربي يوفقكم انا ما ودي اكثر عليكم تفضل اسلم اجل وش تبغى تبغى خبز اكيد جواب وياك انا مسؤول على اخوياي انت الحين ما انت مسؤول علينا انت معك دحبيب ابو علي وين الحين لا تسال عن يعني مشرف. اسمع ما لا تسال عن مشرف يا مهام لا خلاص انت مسؤول علينا انت مسؤول عليهم الحين احنا ناخذ راحتنا وش رايكم وش رايك وش رايكم لنا حق يا ولد لنا حق انا الحين موجود صح لنا حق اللي بيها اللي بيها رج منكم برجع خاص هيا اقعد يا مهام خصب اقطع صوت تفضلوا اخويا امروا انا الموجود صح انا موجود انا 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 اللي ماسك الفقره الحين اسمع سايلنت العموم ازعلهم بس يا ما معي ربيز يا كنترول اي واحد يتكلم منهم مجموعه ذي سجله عندك على طول خصم 100